أوكي سعيد مجدة، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذا مجدة، رانا نعيش أجواء ربيعية على الولايات الشمالية للوطن. مع الصباح كان كاين هذاك الضباب بالولايات الشمالية، يبدا يتلاشى غير بالعقل مع العشية. درجة الحرارة دائما في المعدل الفصلي. فيما يخص الريح، الريح بالولايات الجنوبية راح يكون قوي، تلحق سرعته إلى 40 كيلومتر في الساعة، يؤدي إلى زوابع رملية كما نشوفه في الصورة. أيضا كاين شتاء العشية إن شاء الله بالصحراء الوسطى كما نشوفه في الصورة. بالولايات الشمالية كما نشوفه الحر راح يكون شباب ومشمس، هذا على معظم الولايات الشمالية للوطن. أيضا كما قلت لكم أمطار مرتقبة بوسط الصحراء، صفاء واستقرار وشميسة راح تميز أغلب الولايات الجنوبية للوطن. نشوفوا درجة الحرارة القصوى اللي حنسجلوها اليوم العشية إن شاء الله راح تلحق إلى حوالي 19 درجة على العاصمة تيبازار، بليدة وبومرداس، في حدود 22 درجة على وهران، 20 درجة حنسجلها بجيج العنابة وسكيكدا، في حدود 18 درجة بقسنطينة، 21 درجة بكالما تلمسة ومعسكر. بالجنوب نرتقي بحوالي 29 درجة بإليزي، 30 درجة كأعلى مقياس على جانت، في حدود 27 درجة بتندوف، 25 درجة ب 27 درجة بأدرا، 25 درجة بتندوف، 20 درجة حنسجلها على منطقة بشار، كذلك بمنطقة غردايا، وفي حدود 29 درجة هذا بأقصى الجنوب الجزائري على برج بجي مختار وعين قزام. للصيادة والبحارة نقول لكم البحار على طول الشريط الساحلي، على السواحل الغربية راح يكون مضطرب، بينما على السواحل الوسطى والشرقية راح يكون قليل الاضطراب. معليش نشوفوا حالة الطقس اليوم في الليل. على العموم يكون صفاء واستقرار يميز أغلب الولايات الشمالية للوطن، فقط بعض السحب العابرة اللي حتكون بلا فعالية حتميز المناطق الساحلية الغربية. بالجنوب الحر راح يكون مغيم بوسط الصحراء على منطقة أدرار، أيضا على الجنوب الشرقي للصحراء صفاء واستقرار يميز معظم الولايات الجنوبية للوطن، في انتظار قدوم اضطراب جوي يوم الأحد. طبعا أكثر تفاصيل نوفيكم بها بعد حين مع السيدة هواريا بالرقطة. فيما يخص حالة البحر قلت لكم على السواحل الغربية راح يكون مضطرب، على السواحل الوسطى والشرقية راح يكون شوية مضطرب، الرياح راح تكون شمالية شرقية على طول الشريط الساحلي. فيما يخص الرؤية راح تكون متوسطة، اتجاه الأمواج راح يكون شمالي شرقي على السواحل الغربية الوسطى وحتى الشرقية للوطن. فيما يخص الاضطراب الجوي، سيكون هناك اضطراب جوي راح يتبدل الحال بالولايات الغربية للوطن. أكثر تفاصيل نوافيكم بها مع السيدة، نربطوا الاتصال إذا كان أمكن مع الزملاء، مع السيدة هواريا بالرقطة. إذا كما قلت لكم راح يكون هذا الاضطراب الجوي فيه كتلة هوائية باردة وتراجع في درجة الحرارة القصوى. نعم نربط الاتصال. مساء الخير سيدة هواريا. ألو. ألو نعم. أنت في الاستماع؟ ألو نعم نسمع. نعم مدام بالرقطة، تفضلي مدام. على بالنا بلي كاين اضطراب جوي نهار الأحد إن شاء الله راح يخص المناطق الغربية أولا، إذا كان بإمكانك توافينا بالتفاصيل. إذا بالفعل الوضعية الجوية يعني لن تدوم طويلا، هذا الاستقرار ما راحش يقعد يخص كل المناطق الشمالية، بل إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد تتوقع مسار الأرصاد الجوية، يعني تغير في الكتلة الهوائية إن شاء الله. إذا راح تصبح عندنا إن شاء الله كتلة هوائية باردة نسبيا، سوف تبدأ في بداية الأمر بالمناطق الغربية للوطن، إذا أجواء تكون غائمة ماطرة أيضا، وكذلك تساقط بعض الثلوج ولكن ثلوج خفيفة جدا على المرتفعات التي يتعدى علوها 1200 متر إن شاء الله، وهذا خاصة ليلة الأحد إلى يوم الاثنين. الاضطراب الجوي هذا إن شاء الله راح يتوجه تدريجيا نحو المناطق الوسطى للوطن نهار يعني في ظهيرة يوم الأحد إن شاء الله. نعم ظهيرة يوم الأحد يتوجه نحو المناطق الوسطى ويخصها كذلك بتساقط بعض الأمطار. فيما يخص يعني درجات الحرارة هي الأخرى كتلة هوائية باردة نسبيا، إذا تراجع في درجة الحرارة القصوى راح تكون تتراوح فقط ما بين 14 إلى 18 درجة مئوية، والمناطق الداخلية راح تكون ما بين 6 إلى 12 درجة فقط. إذا نلاحظ أن هناك تغيير شامل للكتلة الهوائية وهذا بإذن الله. يعني حنعيش استقرار يومي الجمعة والسبت فقط، الحال يقعد شباب مع الجمعة والسبت. نعم ولكن ندام من قبل يعني الأسبوع كامل وإحنا في استقرار، نزيدوا نكملوا إن شاء الله وضعية مستقرة مع بعض الضباب الخفيف في الصبيحة وهذا لغاية يوم السبت، في انتظار إن شاء الله التغير المتوقع بإذن الله يوم الأحد نهار الأحد إن شاء الله. يعطيك الصحة مدام بالرقطة، شكرا على التفاصيل.
نعم، إذا مشاهدينا كما سمعنا نهار الأحد إن شاء الله راح يكون تغير في حالة الطقس، يكون اضطراب جوي، يكون هواء بارد حيخص الولايات الغربية، ويكون أمطار، تكون أمطار ثاني وثلوج، وبعد يلتحق بالمناطق الوسطى نهار الأحد العشية. شكركم.